السلام عليكم لمحة سريعة عن كل شي صورته بيوم واحد كان يوم حماسي ومتعب ورح تنزل الوصفات كلها على قناتي على اليوتيوب إذا ما اشتركتوا بالقناة اشتركوا على زر التنبيهات حتى تشوفوا كل الوصفات أول بأول اليوم رح نبدأ بأول صنف اللي هو بطل الحلقة اليوم البروستد تابعوني وشوفوا معي طريقة العمل. إسمعوا صوت الأنماشي بتجنن رائعة والأروع الطعم مو قادرة أوصف لكم أول مرة بعمل بروستد بنكهة المطاعم بالبيت الشكل الطعم الأرمشي كله عم يحكي شكرا مطعم دجاج الزين أتاحونا مجال وعطونا من وقتهم لنصور هاي الأكلات يلي شفتوها صدقا استقبلونا بكل محبة واحترام وود وكرم ما قصروا يعطيهم ألف عافية الكادر كله بالكامل إدارة ومعلمين بدي اشكر سلفي بشكل خاص هو اللي كان سبب جيتنا لنصور طبعا دجاج الزين غني عن التعريف تاسس عام 1976 بيملك عده فروع باماكن مختلفه عنا بسوريا وبالاضافه كمان للبنان بيتميز بنكهته المميزه بتحضير اكلات الفاست فود وهلا خلينا نشوف طريقة التحضير مع بعض نبدأ بأول مرحلة واللي هي كتير مهمة بنجاح الوصفات نوعية وجودة الدجاج تكون من مصادر موثوقة وتكون مذبوحة على الطريقة الإسلامية خالي من الأمراض وأيضا تكون وزنها ما يتجاوز 1400 جرام الوزن المثالي للدجاج يكون بين 1300 و 1400 جرام لحتى تحصلوا على طعم رائع مستوي وناضج من الداخل بعد تنظيفه من الداخل بتم قصه بالسكين أو المسن الخاص فيه لقطع بده يكون عددها 8 قطع بعد التقطيع بتنظف بهذا الشكل من تخسرات الدم العلقاني على العظم نحصل اذا على ثمان قطع مثل ما واضح عليكم بيروح بعد التقطيع لمرحلة التنظيف بخزان خاص عدة مرات لحتى يتعقم ويتنظف بعد التنظيف بيروح للتصفاي تماما من الماء والشوائب والزفرة هلا بدنا نعمل التبلي هون انا بهاي المرحلة بعتذر منكم ما قدرت جيب البهارات بنسبة المدروسة ولا المعلمين بيقدروا يصرحوا لأن تعتبر هاي سر المهنة وبتمنى منكم أنتم تحترموا هذا الشيء لكن أنا مشان يكون الفيديو متكامل سعيت أن أجيب لكم خلطة بهارات من محل بهار موثوق بيعمل خلطات لمطاعم وبنسب مدروسة كتب لي إياها على الورقة هي والشاورما والبروستيد الكريسبي بهار مشكل وغيره وصدقوني رح تحصلوا على نتيجة رائعة ورح أحكي لكم عن نسب بنهاية الفيديو لحتى تستفيدوا من الوصفة هلأ مثل ما شفتوا حط بهارات البروستيد حط ثلاث معالق أكل أو طعام مليانين وملح حط ثلاث معالق طبعا هاي الخلطة ل3 فراريج كاملين بس هون نحن عم نتبل فروج واحد كمان حط معلقة طعام من معجون الليمون ورح يضيف مي عادية من الحنفية لحتى ياخد كثافة ونسبة الملح والبهار آه بدو قوة دوقان لازم يكون الملح شوي صغير ظاهر ورح يضيفه كمان للنكهة وهي سر من أسرار البروستيد هي الفانيلا رشة صغير إذا لاحظتوا براس المعلقة آه يمكن تكون مقادير الوصفة آه غير معتادة تشوفوها على اليوتيوب فعلا انا كتير كنت مستمتعة ومتحمسة اني الفيديو لحتى تشوفوا هالتبلة المميزة بدون بيض بدون حليب بدون لبن بدون خل بدون كركم اللون الحلو الاصفر اللي راح تحصلوا عليه هو بفضل الفانيلا وفضل ايضا معجون الليمون اللي راح يعطيكم طعمة مميزة طراوي بديل للخل ونفس الوقت راح يقضي على الزنخة يعني الفانيلا والليمون هدول العنصرين رح تستفيدوا منهم كثير لتتبيل البروستد او الدجاج اذا متذكرين فيديو الشاورما اللي نزلت لكم بقناتي من سنتين وقت لكم وصف من معلم شاورما كمان كنت حاطه ليمون مع القشر وخلطته بالخلاط مع الخلطه يعني الليمون عن جد هو عنصر كتير مهم بيعطي طعمي طراوي زكاوي بيقضي على الزنخة كليا للدجاج هلأ بعد تقليب الدجاج لمدة دقيقة دقيقة ونص بالتبلي لازم يتم منقوع أقل شيء 4-6 ساعات وإذا بيبقى ليلة كاملة بيكون أفضل بعد عملية التخمير ليلة كاملة للدجاج بدنا نجي لمرحلة التطحين عندي هون 2 كيلو من الطحين المنخول حط عليهم ملح ملح أساسي بكل خطوة لأنه هو السيزنينج أو النكهة الأساسية اللي رح تبرز النكهة التانية وحط نصف ملعقة من الهيل أو الحبهان المطحون ونصف ملعقة من الفلفل الأبيض وملعقة طعام من بهار البروستد ورشه صغيره من الفانيلا ها هي خلطه التطحين بدون كعك او بقسومات بدون نشا بدون بيكنج باودر هي اللي رح تعطيكم اذا الأرمشي الرائعه والطعمه المميزه للتغليف الخارجي بعد نقع الدجاج بدنا نصفيه اذا من المي بعدين نحطه بالطحين ونقلبه بهذا الشكل ونكبسه لحتى يتغلف بطبقه الطحين طبعا نحن هون عم نغلف الدجاج مخمر جاهز قبل بوقت من عندهم لان لازم يكون منقوع اقل شيء من اربع لست ساعات بنغلفه من لمده دقيقه بالطحين وبنحطه على جنب وهيك بيكون جاهز للقلي في سوريا بيغلفوه بطبقه واحده من الطحين اذا بتحب تكون عليه طبقه سميكة مقرمشة كريسبي اكثر مثل كنتاكي بتعيدوا مراحل التطحين وهلا بفرجيكم كيف ضمن فقرة تطبيق للوصفه إذا هاي البروستيد جاهز للقلي هون البطاطا بتجيون مشرحة بنقعوها بالمي حتى ما تسود وتضلها محافظة على طعمتها بعدين بصفوها بتكون جاهزة للقلي أنا رح شوفكم طريقة لعمل هاي البطاطا بالبيت حتى تحصل على نفس الأرمشي والطعم الطيبي بتكون الماشين تبعية القلي جاهزة الى عيار مخصص لكل نوع دجاج هلا هون بروستد بالعظم بتم تسخين درجه الحراره على 300 بعدين بيكون في تايمر بيعير لاول مرحله اللي هي التشميع سبع دقائق متواصله بدون ما يضغطها لحتى الدجاج يتشمع بهي الفتره بقلبه مره ومرتين وبيحاول يوزع قطع الدجاج ما يسكبها دفعة واحدة بنفس المكان بيوزعها على الأطراف حتى ما تلزق ببعضها بعد مرور سبع دقايق قلت لكم قلبها بهذا الشكل بعدين رح يحط عليها شرحات البطاطا المقطعة هاي الطريقة المعتادة اللي بتجي مع البروستد بهذا الشكل تختلف عن طعمة اللي بتجي أصابع هي بتاخد من نكهه الدجاج اثناء القلي لهيك الى طعمه خاصه وكثير ناس بتسال عن هالخلطه او النكهه السريه لها هي قليه بنفس زيت الدجاج البروستد بعد تشميع السبع دقائق تعطيه انذار بيجي بيضغطها وبيسكرها وبيعير لها سبع دقائق ثاني هيك بتكون اخذت من 14 لخمسة 15 دقيقه يعني ربع ساعه بتكون جاهزه وناضجه من الداخل وهيك بصفيها وبقدمها طبعا اللي عنده طنجرة ضغط بالبيت متمكن من طريقة استخدامها بيقدر ينفذ الوصفة بسهولة لكن اللي عنده أي تردد أو شك وخايف لا يجربها ولا يتجرأ ليتفادى حدوث أي خطأ أو خطر مشان الحفاظ على صحتنا وإذا عندكم كمان اللايت البطاطا الكهربائية بتقدروا تستخدموها لهي الوصفة اليوم رح أعرض لكم طريقة قلي كتير سهلة وبسيطة متوفرة بكل بيت بدون أي خطورة ودجاج مستوي من الداخل مثل ما واضح عليكم بالمقطع اللي عرضت لكم اياه مثل ما عم تشوفوا هلا هون عم يحضروا لتتبيل كميه كبيره من الدجاج باوعيه خاصه معقمي هلا بعد قلي البروستد والبطاطا بيحطوا عليها رشه من بهار الماجي وبيقدموها طبعا بهار الماجي في ماجي دجاج وماجي خضار انتوا بتستخدموا ماجي الدجاج بيجي لونه اصفر أكتر وممكن تحطوا عليها رشه قرفه خفيفه مطحوني لا تذكر انا شفت بعض المطاعم اللي يحطوها كمان طيبة وهاي هي وصفة البروستد والبطاطا المقرمشة اللي, اللي بتجي معاها اللي عم تاخد نكهة البروستد قرمشة ولا اطيب واروع من هيك وهلا خلينا نروح لتطبيق وصفتي اذا للبروستد بالمنزل واهم الخطوات لنحصل على القرمشي وكمان سماكي بهذا الشكل يلي عم تشوفوه بالفيديو هلا قدامكم معمول بطريقتين طبقه واحده وعده طبقات هلا خلينا ندخل فورا بطريقه التحضير هون انا بعد ما اشتريت الدجاج بغسله بالثلج مشان يضل لونه ابيض ينجلى جلي مشان نروح الزنخه بحط خل وكمان بفركه بالملح الخشن بحط كم حبه من الهيل او الحبهان وكمان ورق غار وبنقعه نصف ساعه وانا مسبقا نزلت طريقه تنظيف الدجاج بعد مرحله البرانينج او التنقيع بصفيه وبخليه لحتى ينشف من المي قطعته مثل ما واضح عليكم الجناح بحب اقص هذا الجزء ما بحب خليه الصدر قطعته كمان لجزئين مشان يستوي معي وفي نصف الصدر التاني أشطت عنه الجلد هلا راح شوفكم مقادير بهار البروستد اللي اشتريتها من محل وعطاني النسب بطريقه مدروسه بتمنى تجربوها وتعطوني رايكم لانها عن جد وصفه ناجحه 100% سجلوا عنكم على الدفتر 100 غرام من الزنجبيل المطحون بهار ابيض او فلفل ابيض 100 غرام فانيلا 25 غرام هيل ناعم 50 غرام بهار ماجي الدجاج 100 غرام وملح صيني 50 غرام تخلطوها مع بعض وتحفظوها من مطربان وقت الحاجة بتاخده حسب قدي عاملين دجاج هلا انا رح اعمل فروجين من الدجاج حطيت لهم معلقتين طعام من بهارات البروستد معلقتين طعام من الملح الملح طبعا رح أشوفه اثناء الدوقان رح احط اقل من معلقة طعام من معجون الليمون الليمون لازم يكون بلدي خصوصا هلا استغلوا الموسم فيكم تعملوا كمية وتفرزوها بتقطعوه بهذا الشكل تطحنوه مثل ما هو مع القشر والعصير بالخلاط فيكن كمان تستغلوا قشور الليمون بعد عصيره ما تتلفوها طحنوها كلها واحفظوها وقت بدكن تبلو سمك او دجاج بتلاقوا المعجون جاهز وعن جد نكهته ولا اطيب من هيك رح احط هلا بمعلقه الشاي الصغيره شويه فانيلا مثل ما شفتوا مشان النكهه وأنا رح أضيف توم من عندي معلقة شاي هني ما بضيفوا توم ما بعرف إذا ضمن البهارات البروستد اللي بيستخدموها في توم بودرة المهم أنا لقيت ثوم كتير طيب بنحط المي وبنحرك لحتى إذا ناخد نكهة البهارات وبندوق نحنا إذا كان الملح ناقص بنرجع بنضيف شوي لحتى تظهر شوي صغيرة نكهة الملح وهي شغلة كمان كتير مهمة حطيت أنا رجعت شوية ملح ورجعت حركت برجع بدوق وبشوف نسبة الملح بتصور هيك صار تمام هلأ بدي أجيب الدجاج بدي أحطه ضمن المحلول بس بداية بدي أثقبه بالسكين مشان يستوي معنا كونه نحنا ما عنا آلة القلي يلي بتجي ضغط مثل المحلات لهيك مشان تدخل التبلي للداخل ونفس الوقت ينضج أثناء القلي يفضل انكم تثقبوه مثل ما واضح عليكم بالفيديو فيكم تعملوه بجلد فيكم تعملوه بدون جلد بس مع الجلد بيطلع هيك طعمي ازكى رح تابع الكميه كلها هلا مثل ما قلت انا هون رح احط فروجين وانقعهم بهاي التبله يلي حضرتها قدامكم ما بتتخيلوا الريحه بتجنن للتبله خصوصا نكهه التوم هلا بهارات الماجي بتحتوي على فكره على طبعا بهارات الماجي هني من ضمن بهارات البروستد اللي شرحت لكم عنها بنحاول نخلي الدجاج مغمور بالخلطة ونقلبه قدر المستطاع بالتبلي لحتى يتنكه مثل ما شفتوا المعلم كيف كان عم يحضره ببداية الفيديو بدي غطيهم هلا واتركهم ليلي كاملة بالبراد منقوعين بشوفكم باليوم التاني هلأ نحن باليوم الثاني تركتم منقوعين 11 عشر ساعة بالخميري لو تقدروا تشموا الريحة عن جد واو هلأ بدي صفين وخلين على جنب بعد هيك بدي ابدأ بعملية التطحين رح أضيف عليها بس نكهة بسيطة من عندي لتعطي طعمة لذيذة للتغليفة الخارجية هلا المحلول يلي صفي عندي ما بكبه هلا بقول لكم شو رح نعمل فيه بدنا نعمل اذا هلا خليط التطحين عندي هون كميه من الطحين يعني ما في مقدار محدد بس يعني تقريبا الدجاجي بتاخذ ربع كيلو تقريبا من الطحين للتغليف رح انخلهم افضل وهلا بدي اضيف عليهم نفس المكونات ملعقه طعام من بهار البروستد رح احط الهيل كل ما كان فريش كل ما اخدته نكهه مميزه اكثر الهيل طحنته ونخلته اخذت منه الناعم كمان حطيت نصف ملعقه طعام وفلفل ابيض ملعقه شاي واكيد رشه فانيلا صغيره كتير ناس يمكن تستغرب الفانيلا بس عن جد جربوها عطت نكهة رائعة وملح أكيد هلا رح أضيف أوريجانو نصف ملعقة شاي كل ما كانت البهارات عن جد مطحونة تازة كل ما حصلنا على نكهة مركزة أكتر بحركهم لمدة دقيقة لحتى يتغلفوا كتير منيح بنخلهم هلا من كمية الطحين الزائدة رح استخدم المصفاي أفضل هلا رح احطهم على الصينيه الطريقه الثانيه برجع بغلفهم نفس الشيء لمده دقيقه كمان بالطحين وبنخلهم من الطحين الزائد رح ارجع احطهم بالمحلول اللي نقعتهم في آه ليله كامله لمده يعني ثواني ما بنزود زود أكتر من هيك برجع بصفيهم من المي وبحطهم بخليط الطحين بكرر هالعمليه مرتين لثلاث مرات حسب انا ادي بدي آه الكريسبي تكون هاي طريقة مثل دجاج الكنتاكي بتاخدوها بالقرمشة الخارجية شايفين رجعت عدت عليها كمان مرة هيك صارت تمام برفعهم بتخلص من الطحين الزائد بخليهم جاهزين للقلي مباشرة ما بصير اني غلفهم بالطحين واتركهم بدون قلي لان رح تنشف طبقة الطحين ورح يضلوا هيك رطبين من المي الموجودة من الاساس عليهم بنكون مجهزين زيت نباتي ساخن يفضل يكون بطنجرة ويكون غزير بحط قطع دجاج وببعدهم عن بعض ما بحطهم كلهم بنفس الجهة حتى ما يلزقوا بخليهم يتشمعوا شوي بعملهم تقليبة خفيفة هلا بدي اتركهم سبع دقايق بهذا الشكل مع تقليبتين هلا بغطيهم وبتركهم خمس دقايق تانيات برجع بقلبهم وبكمل لحتى يصير الاستواء من بدايه وضعهم للنهايه ربع ساعه متواصله على نار هاديه شايفين كيف صار لونهم ذهبي وكريسبي هنجد وصفه ناجحه 100% ان شاء الله تجربوها وتعطوني رايكم بالتعليقات اسمعوا قرمشتها غير شكل وهلا بدنا نعمل البطاطا المرفقه مع وجبه البروستد قشرت انا جزء وقطعته بالطاعة ها هي وهلا بدي نزلهم بمي ساخنة بحط رشة ملح وشوية زيت وبعمل لهم غلوتين على النار وبعدين بصفيهم من المي بخليهم لحتى يبردوا بنزلهم بنفس الزيت يلي قليت فيه البروستد وهذا سر هاي البطاطا انها تنقلا بزيت البروستد لحتى تاخدوا هاي الطعم المميزة المختلفة عن اصابع البطاطا المقلية اللي معروفة شايفين قديش كريسبي تابع لي كل الكمية بنفس الطريقة هلا أنا سلقت البطاطا لأن معنا الآلي يلي بتضغط البطاطا لهيك مش نحصل على هاي القرمشة بتسلقوها وبتبردوها شوي وبتنزلوها بعدين بالزيت مثل ما حكينا هي وصفة البروستيد الأصلية بنكهة المطاعم بتمنى تجربوها بعتذر على الايطالي بس حبيت اني طبقلكن ياها بالبيت لحتى تشوفوا النتيجه كيف بتصير ومضمونه شايفين الاستواء وقرمشه البطاطا عن جد ولا اطيب والذ من هيك بتمنى دعم الفيديو بلايك اذا عجبكم شيروا للمقطع بين اصحابكم لتعمل فائده اكتر ولا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل زر التنبيهات حتى يوصلكم اشعار بالفيديوهات القادمه اللي رح ننزلها باقي الوصفات اللي شفتوها ببدايه الفيديو شكرا جزيلا للمتابعه وبشكر مره اخيره مطعم دجاج الزين السلام عليكم